بسم الله الرحمن الرحيم، رمضانكم مبروك وكل عام وانتم بخير. انا سعيد جدا اكون موجود في المؤتمر الصحفي اليوم لايضا الاحتفال بالنسخه الثالثه من اريد ان رن باي شامي، شريكنا الاستراتيجي في هذا السباق. الحمد لله لاقى اريد ان رن في السنوات الماضيه نجاح كبير، واحنا على امل كبير ان شاء الله السنه الثالثه راح يحقق نجاح اكبر واكبر. حاولنا من هذا الماراثون ان يكون تظاهره مثل ما انتم عارفين سنويا حاولنا نكررها، تظاهره ثقافيه اجتماعية ورياضية نحاول نعزز فيها أهمية الرياضة لدى المجتمع التونسي وكذلك الجانب الثقافي بشكل عام. طبعا أريد نايت رن هو عبارة عن سباق مخصص 2 كيلو أطفال، 5 كيلو، 10 كيلو. العام الماضي عدد كبير من المشاركين، السنة هذه متوقعين عدد أكبر يكون للمشاركة. أحب أيضا أنتهز هذه الفرصة لشكر شركائنا الاستراتيجيين شامي، جمعية رياضية للألعاب القوى في تونس، وزارة الشباب والرياضة، والعديد من الشركاء اللي ساهموا معنا اللي ما يحصدني الذكر عنهم، وأخص بالذكر أيضا الأخت حبيبة الغربي هي سفيرتنا السنة في هذا الماراثون، البطلة الأولمبية التونسية اللي كنا نعتز فيها ونفتخر فيها بشكل كبير. الأهم في هذا الجانب اللي نحاول نسعى من هذا الماراثون، السنوات الماضية كان تخصيص ريع الماراثون إلى مستشفى صالح عزيز الأطفال المصابين بالسرطان. حبينا أيضا نوصل هذه السنة رسالة نبيلة إلى جمعية جديدة هي جمعية ديار الأمل، جمعية مهتمة بالأطفال فاقدين السند، فاقدين الآباء والأمهات. أعتقد هذا الهدف النبيل يعزز أهمية دورنا كأريدو كشريك اجتماعي في برنامجنا تونس سعيد، ونتمنى إن شاء الله من جميع التونسيين والتونسيات سواء حتى الرياضيين أو مش الرياضيين أنهم يشاركون في هذا الماراثون ويخصصون ريع كبير لهذه الجمعية اللي بالفعل تستحق من عندنا الدعم والسند. أتمنى إن شاء الله لنا ولكم النجاح، وأشكركم أيضا أخوانا الصحفيين على تواجدكم الدائم وتغطيتكم لهذا المؤتمر. أريد نايت رن باي شاومي هذه تروزيام إديسيون النسخة الثالثة، هي تظاهرة رياضية قبل كل شيء، تتمثل في سباق كورس أبيي عدو مسافة 10 أو 5 أو 2 كيلومتر للأطفال، مي هي زادة تظاهرة ثقافية واجتماعية، ثقافية دون سونس اللي فما برشا فيها احتفالات، برشا أجواء، موسيقى، نشاطات ترفيهية للصغيرات، دي أتوليي، دي أنيماسيون، كادوات زادة دو لابار دو بارتنير نتاعنا، واجتماعية سيرتو خاطر كيما كل عام احنا نسبورتيو اون كوز كي نو تيان كور اللي هما ديار أمل، جمعية ديار الأمل اللي هي تتلهى بالأطفال فاقدين السند منذ الولادة، وحبينا السنة أن نساهموا باش الجمعية هذيا باش نعاونوها باش خاطر الأطفال. حتى هو في العامين اللي فاتوا عاوننا سبيطار صالح عزيز، مي قعدنا في التيماتيك نتاع الأطفال خاطر هما المستقبل نتاع تونس غدوة، دونك ذاك علاش نحبوا أون سيبورت سيت كوز لا. وباش يكون فما برشا احتفالات وبرشا جو نهار 30 مارس في شارع الحبيب بورقيبه بعد شقان الفطر، ثم نستناو قرابه 4500 عدي باش يكون سور بلاس، وما بين عامنا وجاونا 20000 اكثر من 20000 حضور، السنين نستناو انهم يكونوا حتى اكثر من 20000، وان شاء الله نفرحوا التوانسه الكل، والتوانسه الكل تمشي على uridoran.tn باش تتقيد خاطر لي بلاص سون ليميتي. ماكم تعرفوا ثما دي كيستيون دو سيكوريتي، ما نجموش نخليو السباق محلول انديفينيمون، دونك بروميير اريفي بروميير سيرفي uridoran.tn، تحصل بلاصتك تجي بحذنا 30 مارس، تساهم باش انك تريق الصحه نتاعك، مي زاده تعاون اون بون كوز، اي بوركوا با تنجم حتى تروح بكادو.